السؤال الثاني، في آية تقول وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين الشهداء، ما المقصود بالكتاب؟ هل هو اللوح المحفوظ عند الله أو الكتب السماوية أو الكتاب الخاص الإنسان المكتوب في أعماله؟ شكرا بارك الله فيك. يستفسر عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها وجيء بالنبيين والشهداء. هذا يوم القيامة، إذا بعث الله الناس من قبورهم وحشرهم في الموقف الحشر الطويل 50,000 سنة، ثم انصرفوا من الموقف للحساب، يأتي الله جل وعلا، يأتي هو مجيئا يليق بجلاله، وتشرق الأرض بنوره سبحانه وتعالى، بنور ربها، تشرق بنور الله، لأن الله نور وله نور سبحانه وتعالى، فتشرق الأرض بمجيئه سبحانه وتعالى للفصل بين عباده. ووضع الكتاب، كتاب الأعمال، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فوضع الكتاب وجيء بالنبيين ليستشهدوا على أممهم أنهم بلغوهم وليس لهم عذر فيما هم عليه من الكفر. ثم هذه الأمة تشهد للأنبياء أنهم بلغوا أممهم، ويشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. فهذا معنى الآية على سبيل الإجمال. نعم.